بس أنا حابة أسألك كيف كان وقع الإشادة إنه بتجيكي من الممثل العالمي الأشهر على الإطلاق هذا أولاً، وهل دار في بينكم أي حديث أثناء التقاط الصورة؟ هو طبعاً يعني الممثل توم كروز تقريباً كل العالم تعرف فيه، هو ممثل قديم وعريق وكتير شاطر بتمثيله، ومن أنا وصغيرة حتى ونحن بسوريا كنا نتفرج أنا وأهلي على الأفلام تبعاته كميشن امبوسيبل وتوب جان. فلما شفته كان بسبب أنه نحن الاثنين بسبب بريسكون كنا كضيوف من مرسيدس مدعومين، فكنا قاعدين نفس المحل. فرحت وسلمت عليه وحكينا انه عن الطيران، هو كمان طيار وعنده رخص طيران متعددة، وخبرني انه هو اغلبية الافلام اللي بيعمل لما بتصير بطيارة هي بتكون الطيارة الخاصة فيه. فقعدنا نحكي انه كيف اهمية انه الطيران انه يكون اكثر عالم من دايفيرس باك جراوند يكونوا موجودين بمجال الطيران، وقديش احنا مهم انه نخلي نشجع العالم والنساء كمان انه ينضموا والفتيات الصغار انه ينضموا للافيشن